بعد صدور قرار الحكومة المؤقتة بشأن تشكيل مجلس تسييري لمدينة بني وليد، عقد بديوان المجلس البلدي بني وليد اجتماع طارئ. الاجتماع ضم كل من عميد وأعضاء المجلس البلدي ومسؤول القطاعات الخدمية والشركات والهيئات والمعاهد العليا، إضافة إلى الجامعات والجهات الأمنية بالمدينة. الاجتماع كان بخصوص ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص صدور قرار في موقع ما يسمى بالحكومة المؤقتة بتشكيل لجنة تسييرية للمجلس البلدي بن وليد. طبعا صدر بيان من جميع القطاعات داخل المدينة، سواء الأمنية سواء الخدمية، برفض ما يسمى بقرار من ما يسمى بالحكومة المؤقتة، رفضا نهائيا وعدم التعامل معها كجسم داخل بلدية بن وليد. وتمت مناقشة آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالقرار والتداعيات التي قد تحدث في حال تنفيذه، وأكد الجميع على استنكارهم لهذا القرار من خلال بيان صدر تم الاتفاق على بنوده أثناء الاجتماع من جميع الأطراف.